صباح الخير مرة تانية، وبنرجع لفقرة الديكور. وطبعا في ناس كتيرة جدا طول الوقت كده ما بين أول الصيف أو أول الشتاء بتحب تغير في ديكور البيت، وفي ناس بتبقى التكلفة أو البادجت اللي هي حطاها ما بتبقاش فيها مساحة كبيرة ان هي ممكن تغير في الفرنتشر أو في العفش نفسه، فبتضطر ان هي تجيب اكسسوارز معينة توسع مساحات تضيق مساحات. ده كله فن وده كله محتاج لعين متخصصة تعرف ازاي ممكن تعمل ده بشكل لايق على بعضه وبشكل يكون في الآخر عامل زي البورتريه كده، يكون شكله حلو. طبعا الديكور وتصميم البيوت كل يوم في تطور، وكل يوم بيكون في أفكار جديدة، بيبقى في ألوان جديدة، في ألوان ملهاش عمر، في ألوان بتفضل طول العمر وهي هي الموضة، وفي ألوان كده بتطلع موضة وبترجع مرة تانية تروح مرة تانية خالص. خلينا النهاردة نعرف ايه تفاصيل الحكاية دي والجديد في موضة الفرنتشر وديكور الأساس بتاع البيت من ضيفتنا الموجودة معانا النهاردة مصممة الديكور سماح حسنين. صباح الخير يا حنان. صباح الخير. سوري سماح. كل سنة وانتي طيبة، وطبعا النهاردة رابع يوم العيد، ان شاء الله تكوني انبسطتي وعملتي حاجة كويسة في الأربع أيام. الحمد لله. سماح، طبعا احنا في الديكور طول الوقت بنقول انه كل يوم فيه جديد، وده بيخلي ناس كتير قوي وهي بتعمل البيت بتاعها بتبقى خايفة تعمل حاجة النهاردة وبكرة يجي حاجة جديدة تلغي اللي هي عملته. انت شايفة ايه الحاجات او اللاينز المهمة جدا اللي لما بتبقى موجودة عمر ما بتروح عليها الموضة خالص؟ هي فعلا دلوقتي كل سنه بيظهر لون جديد او بيظهر موديلات جديده، فتبقى العروسه او بتبقى البنت اللي عايزه تعمل الشقه بتاعتها بتبقى قلقانه، انا هعمل دي دلوقتي، طب هي السنه الجايه هتليق معايا ولا الموضه بتاعتها هتروح؟ ففي الوان ما بتروحش ما بتتغيرش. يستحسن ان البنت او العروسه او حتى اي حد بيبني شقه جديده او بيفرش شقه جديده يخليه ماشي على اللاين ده احسن، ان هو مش بيبطل. في الوان معينه مثلا زي البنيات، الشغل بتاع الاسطر ده عمره ما بيبطل، ممكن يجي عليه الوان جديده، الوان مفرقعه زي اللي طالع السنه دي مثلا، كل الالوان اللايت طالعه موضه حتى في شغل الفرنيتشر. انا لسه هكلمك في الالوان والسنه دي عامله ازاي، بس هي فهي يفضل تفضل على نفس النهج بتاع الاسطر، وهي ممكن تحط حاجات بسيطه بورتريهات او تحط تابلوهات على الحيط بالالوان الجديده، بحيث انها لما الوقت اما يروح الموضه بتاعتها ممكن هي تشيلها، دي بالنسبه لها حاجه عاديه. صح، دي سهل جدا فعلا، ودي نصيحه كويسه قوي. أكيد. الناس ممكن تلعب وتغير في الاكسسوارز. في الاكسسوارز صح، ده بيبقى افضل، لان انت عشان تغيري اوضه نوم كامله او اوضه سفره كامله ده بادجت عاليه جدا. فالحل بيبقى ايه لو انا اوريدي عندي الشغل بتاعي، عندي الفرنيتشر بتاعتي، اعمل ايه؟ ان انا اغير ممكن في لون القماش بتاعها، او اغير في التابلوهات اللي على الحيطه، اغير في الليدات الكهرباء، اغير الوان الليدات بتاعت الكهرباء. بتحسي لما بتغيري الحاجات الرفيعه دي ان انت غيرتي العفش بتاعك كله. والله فعلا عندك حق، ودي فكره حلوه قوي، انا شخصيا يعني معجبه بيها جدا. انت في رحلتك الطويله في تصميم الديكور والحاجات اللي زي دي انت معتمده على ايه دايما في شغلك؟ اما بتيجي تشتغلي وبتخشي مثلا حد يطلب منك ان انت تيجي تبداي تخططي له ازاي يغير بيته، اول ما بتخشي بتبقي عايزه تغيري في ايه بالظبط؟ ايه اهم حاجات او الكورنرز اللي انت بتبقي حابه تغيري فيها؟ بشوف الاول هو حاطط الفرنتشر عنده مساحتها لايقه على مساحات الشقه ولا لا. لان احنا عندنا خطا دايما شائع في مصر ان انت بتبقي عايزه تحطي عفش كتير في المساحات القليله خالص. في ساعات بروح لحد بيبقى اوريدي عنده الشغل بتاعه وعايزين نغير فيه، عايز يجدد فيه، فالاول بشوف موضوع المساحات. المساحه عندك دي تكفي الكرسي اللي انت حاطه ده ولا لا؟ الكرسي ده كبير عليها لازم نغيره. لو هو نفس الكرسي هو عايزه مش عايز مثلا يغيره عشان البادجت بتاعته، زي ما قلت لك بنغير اللون. ممكن يصغر حجمه شويه، يعني فكره ان انا اخده اعمل له اعاده هيكله تاني واصغر الحجم لو هو مثلا عاجبه الشكل بتاعه زي ما هو. كويس قوي. اهم حاجه المساحات، لان انت ميزه الديكور كله ازاي احط الحاجه بمساحات حلوه حتى لو المكان ضيق وانت ما تحسيش بضيق المساحه. بس دي صعبه شويه عليا انا لوحدي اقدر اعملها، محتاجه بقى حد متخصص زيك. والله ممكن تبقي مش محتاجه حد، يعني فكره حتى لو انت بتشتري من اول وجديد شوفي المساحه عندك، قيسي المساحه، لو في مهندس رافع لك المقاسات، او لو حتى انت هترفعي مقاس المكان اللي انت هتحطي فيه مثلا زي الانتريه مثلا. اشوف والله المساحات هقدر ان انا احط مساحه كبيره، كنبه كبيره وفوتيه كبير ضخم، ولا المكان عندي لا عايز حاجات سامبل. دي سهله، مش ممكن مش محتاجه مهندس. انت بتفضلي يا سماح انه البيت يكون سامبل، ولا في ناس بخش عندهم الاقي البيت يعني مليان ومكدس جدا بالاكسسوارز والانتيكات والفوتيهات والبطرابيزات انت داخله يعني من كتر ما الحاجات اللي موجوده انت خلاص بدات تحسي بالدوشه. انت مع انهي مدرسه من المدرستين؟ لا السامبل طبعا افضل كتير، لان انا ممكن العب بلون واحد في الاريا مثلا عندي هيديكي شكل حلو قوي وشكل شيك جدا، بس اللي يدخل عندي عينه هتبقى مرتاحه.
احنا ما قلت لك احنا الخطا عندنا الزحمه. انا دخلت عند حد قبل كده عامل نفس المدرسه اللي هي بتاعت الدوشه الكتير والحاجات والبورتريهات والكنب الكتير، انا ما خدتش بالي من حاجات اساسا موجوده يعني، مع انها حلوه جدا بس ما خدتش بالي منها من كتر الحاجات. عشان احنا عندنا حته ان الكلاسيك بيبقى حلو لو انا حطيت تابلوهات ضخمه وحاجات فيها قويمه وحاجات فيها مذهب. انا ممكن لو انا عايزه افرش كلاسيك افرش، مش مهم، ممكن احط تابلو واحد فيه قويمه كتير، لكن ما ينفعش احط مثلا تابلو على الحيطه دي والناحيه الثانيه احط قصاده حاجه فيها سيرما كتير. احنا عندنا ممكن تخشي عند حد تلاقي في الاربع حوائط حاطط تابلوهات، صح؟ ده ما ينفعش. لا ما ينفعش. المساحه عندي صغيره احط تابلو فيه قويمه، مثلا لو انا شغلي كلاسيك احط تابلو فيه قويمه كبير، يا اما احط برواز ويكون فيه مرايه، ويفضل طبعا المرايات في المساحات اللي هي تكون ضيقه. لكن انا احط تابلو هنا وتابلو هنا وفاز عاليه الناحيه دي وفاز صغيره هنا وورد مجفف ما اعرفش ازاي، هتلاقي نفسك عينك اوكي زي انت ما قلتي مش هتبقي شايفه كل قطعه لوحدها. صحيح ده حصل، انت هتشوفي في النهايه زحمه. لا يعني فعلا. طب وفكره ان انا ممكن احط التابلو كبير قوي 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 على الحيطه والمقابل ليه في الحيطه اللي تانية مثلا صور اللي هي الصغيره اللي بتبقى محطوطه جنب بعض كده بشكل عشوائي شويه، ولا يفضل انه يا الحيطه دي يا الحيطه دي؟ لو المساحه عندي واسعه ما بين الحيطتين ممكن احط اللي انا عايزاه، لكن مثلا لو مثلا في مساحه اوضه تبقى 3 في 3، لو حطيتي هنا تابلو ضخم ما او برواز ضخم ما ينفعش الناحيه الثانيه احط قصادها. ممكن بقى العب بايه، ان انا الحيطه الثانيه احط عليها وول بيبر، ورق حيطه. طب ورق الحيطه موضه دلوقتي يا سماح، يمكن كان من سنتين كان موضه قوي، رجع لسه زي ما هو؟ رجع جدا ورجع باشكال احلى من السنين اللي فاتت فعلا. بس برضو ما احطش في الحيطه كلها او ما احطش في حيطتين، لا هي حيطه واحده كفايه. لو انا المساحه عندي صغيره هي حيطه واحده اللي احط عليها كفايه. والله انت بتقولي افكار حلوه ومش مكلفه. بالظبط. انا ما احطش الحيطه كلها دي. ما هي المعادله صعبه، ان انت في الديكور مش لازم اروح عامله شغل وتكاليف عاليه، هتلاقي الناس مش هتعمل حاجه. لا انا ممكن بحاجات بسيطه جدا حتى من عندي من البيت، انت اصل ورق الحائط انت لو جبتي رول واحد عملتي بيه حيطه خلاص ومش هيكلفك كتير. تمام. بس هتحسي بتغيير في المكان. صحيح. سماح انت جبت لنا صور النهارده مدتينا بيها الحقيقه، خلينا كده نشوف اول صوره. ده اشرحي لي الصوره دي ايه؟ هو ده في مطعم انا كنت عاملاه. الفكره هنا لعبه بالاضاءه، المكان نفسه ما كانش كبير. حلوه. وعايز الكلاين كان عايز الاضاءه غامقه، فلعبنا بالليدات بتاعه الكهرباء اللي موجوده في الكنب وفي الترابيزات. حلوه قوي فكره كمان اللعبه بالاضاءه دي. ده ايه؟ دي اوضه نوم. ده شغل مودرن، بس ممكن لو في حد مثلا حابب يعمل شغل مودرن بس بيقول لك ان هو بيبقى سامبل قوي ما بيحبوش. فممكن يدخل وحدات صغيره زغرفيه زي كده. دي بتترسم الاول بره وبتحط خشب وبتحط هنا، ممكن تترسم على الفرنتشر على طول، بس الرسم مش موضه قوي. الموضه انك تعمليها حاجات شغل زي الاركيت كده. يعني قصدي اقول ان الرسمه دي انت بتعمليها على الخشب وبتنين تلزقيه، بس تبقى بارزه لبره. بتبقى بارزه مثلا شوية؟ 4 مللي او حاجه. اوكي. وطبعا بالنسبه للصوره اللي فاتت دي اللي هو الدولاب الجرار ده كمان بيقلل من مساحه، او قصدي بيوسع من مساحه كتير. يعني طبعا ده افضل دلوقتي، افضل بكتير جدا. دي اوضه ليفنج ال. دي اوضه ليفنج، مش ال ديو بقى، دي يو شيب، بس المساحه هنا كويسه، بس كانت برده مش عايزين نعمل المكتبه ضخمه ولا ليها ظهر، لان هو اوريدي لعب بلون الستاير غامق وعايز يعمل المكتبة بني، فما كانش ينفع يتعمل لها ظهر، فاستغلينا ان الظهر اصلا موجود عندي اوف وايت بتاع الحيطه وعملنا الارفف طاير، لان لو كانت عمل لها ظهر كنت هتحسي انها ضيقه اكتر، هتضيق المساحه جدا. يعني انت عملتي بس حطيتي الارفف على الحيطه، على الحيط. كده تديكي وسع اكتر، لو كنا عملنا لها ظهر زي المكتبات الضخمه اللي بتعمل لها ده كنت تحسي ان المساحه ضيقت جدا، كان هيطلع لبره شويه، كان هيضيق المنطقه. لا ممكن ما كانش هيطلع لبره، بس كانت هتبقى كل المساحه دي كانت هتبقى بني. ولو في تلفزيون بقى او ال سي دي بقى تتحط فين؟ ممكن تتعلق في الحيطه في الجزء اللي في النص، وممكن تحط على اليونت اللي تحت، الستاند اللي تحت. بالظبط. اوكي. الكابوتينيه بقى موضه يا سماح ولا ايه الاخبار؟ الكابوتينيه ما بيبطلش، موجود على طول، بس برضو حته ان انا ما اعملش حاجات كتير كابوتونيه. احنا برضو عندنا ناس تقول لك يعني مثلا يبقوا حاطين الصالون والسفره في مكان واحد، فيتعمل الصالون كله كابوتونيه ونعمل كراسي سفره كابوتونيه ونعمل النيش كابوتونيه، في فكر كده. ده غلط جدا. الكابوتونيه مش عايز حاجات كتير، يعني لو الصالون عندي قطعه ممكن يبقى قطعه، لو كابوتونيه كلها زي الكنبه دي كده تبقى قطعه واحده. ما ينفعش انتريه كله يتعمل كده. لكن لو الظهر كابوتونيه ممكن الصالون كله، بس ما اعملش معاه حاجه تانية بقى، ما اعملش معاه الكراسي السفره لو جنبه، ما تتعملش برده كابوتيني. لا ما تتعملش بقى كابوتيني. لا صعب. خلاص يعني صعب. نعتمد على كابوتيني في قطعه الاساس. لو كلها كابوتيني تبقى قطعه واحده. اوكي. لو ظهر بس ممكن تتعمل بقى الانتري كله عادي. حلو جدا. طيب اوضه سفره بقى مودرن لطيفه كده وخفيفه وشكلها حلو كمان. بس ده اللون البني الغامق قوي.
انت ايه بقى رايك في الموضوع؟ البني الغامق حلو، مش دايما بينفع في كل الشقق. لو الشقه مساحتها ضيقه جدا بلاش البني الغامق. يعني لو انا عندي مساحات ضيقه قوي احط فيها سفره، يفضل ان انا اعملها يا اما لو انا عايزه بنيه تعمل بني الفاتح قوي، او الالوان الجديده اللي نازله هي الاوف وايت او البيج الفاتح، ده هتحس ان الدنيا وسعت جدا. بس ده بيدهن ايه؟ بيبقى مدهون ايه؟ الاوف وايت او البيج بيدهن دوكو. دوكو لكن ما بيروحش ولا بيبوظ بسرعه ولا اي حاجه؟ لا لو معمول كويس ما بيبوظش. لا تمام. ده اوضه ليفنج كده، الترابيزه الكبيره الحلوه دي اللي بتبقى قريبه من الارض شويه. انت عامله هناك كنبه صغيره، هي زي بوف مش كنبه. هي يعني ميزه اليو شيب دي انها متحركه، معموله قطع، فكل شويه بتغيرها من هنا لهنا، تشيل البوف تحطه في مكان تاني. اكتر حاجه الناس بتبقى متلخبطه جدا فيها بقى الماكس اند ماتش في الالوان. اكيد ان انت حاطه هنا احمر في في في, في اوف وايت، في بني، في بيج، في بنفسجي تقريبا، ده يعني صعب قوي. انا يعني في ناس بقى ما عندهاش الحرفيه بتاعت انها ممكن بقى يستعينوا ساعتها بمهندس بس يقول لهم الالوان بتاعتها. لكن في الوان ما فيش اتنين بيختلفوا عليها انها دي تليق على دي، ده اساسي. بس الموضه السنه دي مش الكونتراست العادي، احنا دايما كان عندنا البني والتركواز او البني والبيج، لا غيري. تمام. اوكي. ده ايه بقى؟ ده كان بوفيه سفره. هي الميزه كانت هنا ان المساحه ضيقه، فعملنا الصالون كان اوف وايت، لو في كرسي منه باين تلاقيه اوف وايت. وعملنا السفره كانت عايز تعملها اسود في سيلفر، فعملناها اسود اوكي، بس خلينا كل الحيط، حتى لو تلاحظي الحيطان حواليها كلها ابيض. بالظبط كده صح. والمرايات كمان حلوه قوي. ده شغل ده شغل رسم. رسمي. في شغل في السقف بيتعمل زي القبب او الحاجات في الشغل الاسلامي، فبلو بفرش دي القبب اللي بتتحط في السقف، بتبقى نازله شويه كده وبيبقى فيها سبوت لايتس من جوه. هي دي في دي عموله بقى. بتعمل عموله، وفي منها اللي بتبقى جوه السقف نفسه، لما بنيجي نعمل جيبسون بورد بنفرغ مكانها بتحط. طب ودي لازم الحيطه يبقى لونها ايه؟ اوف وايت، بني. لو المساحه عندي واسعه اعمل بنيات براحتي، لو المساحه ضيقه اعمل الحيطان خشب. الحيطان يعني خشب، او لو هدهن حتى، او احط ورق حائط، ممكن احط الحاجات اللي هي زي الطوب الحراري ده. الوان غامقه شكلها طبعا بيبقى جميل جدا، لان الشغل الاسلامي عامه مستو في البنيات. لكن ما ينفعش ادهن بيضه حيطه عاديه جدا بني، صعب. لا طبعا صعب. حتى يعني لو هتدهنيها بني لازم تبقى فيها سبونج او فيها لون تاني. ما تبقاش بني كده. الشغل الاسلامي والشكل الحلو والميكس بقى في البيت بين الشغل الاسلامي، واكيد الناحيه الثانيه في الكوان بتاع البيت في حاجات ثانيه مختلفه. الشغل الاسلامي طالع موضه جدا السنه دي، بس مش الاسلامي الصرف، يعني مش الحاجات اللي فيها صدف والحاجات اللي فيها ارابيسك عاليه. لكن ممكن انا مستو ان ممكن اتحط مع الشغل المودرن العادي، احط قطعه واحده، يعني ممكن طقم زي ده ممكن يتحط منه كنبه مثلا واحده وكرسي في مكان مع شغل مودرن هايلي. دي الاورينتال طالع قوي قوي السنه دي، ويبقى ديكو ويبقى كوان كده شكله تراثي لذيذ، وينفع برضو حواليه احط حاجات. ينفع تحطي حواليه حاجات مودرن عادي، مودرن هيبقى هايل. حلو قوي. كويس. دي بعد ما اتركبت؟ دي بعد ما اتركبت. بس هنا كانت المساحه عندي واسعه جدا، فكنت عامله السقف بنيات. لا ده واضح، كان كمان السقف فيه شغل. سقف كان كله معمول اويل خشب. بس حلو الجوده كمان. كان جميل جدا. دي في نفس المكان اللي كان فيه الاوبا. انت اللي رسمه الرسومات دي. حلوه جدا، تسلم ايدك يا سماح. تسلم، ميرسي. دي برضو ترابيزات ممكن تحط برضو قطعه منها واحده مع شغل مودرن عادي. يعني ممكن انتري مودرن خالص زي مثلا احنا قاعدين عليه ده، يتحط ترابيزه معاه زي دي، بس كل اللعب اللي انا اعمله في الكوشنز اللي على الظهر احطها فيها اورينتال، حاجه فيها خياميه، حاجه فيها خط عربي. لو اتحطت بس يعني الترابيزه دي ممكن تحط مع مثلا طقم زي اللي احنا قاعدين عليه، مع طقم زي اللي احنا قاعدين، بس اغير الخدديات. اعملها الوان غريب، الوان فيها خط عربي شويه، او الوان فيها دي موجوده دلوقتي منتشره في السوق في كذا مكان. وليه الخط اللي احنا كنا فتره كده جت المود الفرنتشر او الاساس الصيني المغربي اللي هو المراكن او هو بس كده مغربي والصيني. الاسلامي بقى السنه دي مكتسح، يعني عامل بومينج زي ما كان عامل المراكن والصيني. اكتر من الصيني واكتر من المراكن دلوقتي الاسلامي، بس مش الاسلامي بتاع زمان. فيه كان فيه انتريهات زمان تلاقيها صدف وخشب جامد. لا دي مش موجوده. لا اللعب كله ان انا يبقى عندي شغل، يعني بص حضرتك هنا اللعب كله بالقماش. ده برضو مطعم، بس كان الفكره كلها انه معمول اورينتال، فكل لعبة كان بالقماش بتاع الخط العربي، لكن هو الشغل مودرن. يعني ممكن الانتري ده او الكراسي دي تعمل في اي مكان مودرن عادي. ايوه. مجرد اني لعبت بس بلون القماش. فانا غيرت الستايل بتاعي خالص، زي ما يكون عربي بالظبط. البيج في البني حلو.
هنا بصي اليو شيب عاديه خالص مودرن عادي. اللعب كله في التابلو اللي على الحيطه. صح. خلالي الدنيا كلها اورينت. صح. لمسات. تمام. في صور تانية معانا. الله حلو ده. شكله لذيذ جدا. ده حاجه على النيل كده بالظبط. انت عامله الالوان عكس بعض، يعني الكنبه اللي قدامها زيها بس مغيره. مغيره. هما لعبت بثلاث الوان، المنقوش والمنقوش والمقلم والساده. تمام. ولعبت بيهم في المكان كله، عشان لو كلها معموله كل الظهور مثلا منقوش هتحسي برتابه شويه في الموضوع. صح. هو هنا كل ظهر مختلف عن اللي قدامه. اوكي. لا بس حلو قوي، حلوه جدا الصور على فكره سماحه اللي جبتيها النهارده لينا في نهارك. يعني الالوان الموضه السنه دي، والناس اللي لو حابه تعمل حاجه فاشنبل كده وتكون يونيك ومختلفه، ايه الالوان السنه دي؟ هل احنا بنعتمد لو احنا هنعمل بيت في بدايتنا فيه في الشتاء بيختلف لو احنا هنختار حاجه في الصيف، ولا ما فيش علاقه بين الاثنين؟ لا ما فيش اختلافات كتير. بس هي عامه السنه دي كل الالوان، حتى زي اللي كانت موجوده في اللبس بتاعنا السنه دي، الالوان اللايت او دي موجوده السنه دي في الاساس. بس ما بنصحش انك تعملها في اللون بتاع الخشب، لانها هتروح. هي مسافه موضه سنويه وهتروح. لكن ممكن زي ما قلت لك العب في تابلوهات، يعني اعمل اوكي مثلا انتري، او اعمل اوضه سفره بني او اوف وايت او وات ايفر ايه اللون مثلا بتاعها، وعايزه ادخل مثلا البيبي بلو او الابل جرين اللي هي الالوان اللايت او دي، احطها في تابلوهات. في تابلوهات دلوقتي ممكن تعمليها تبقى سامبل او قايمه حتى تدهن دوكو بالالوان دي تتعلق على الحيط. هتلاقيها غيرت لك الستايل جدا بتاع المكان. طب والاباليج اللي بتكون محطوطه كده في الاكوانات، اللي الناس مثلا ما بتحبش قوي تعمل النور الصريح بتاع النجف، تحب تحط اباجورات اكتر وتحط اباليج اكتر، انت رايك ايه في الستايل ده؟ ستايل الاباليج حلو جدا، احلى من النجف كتير. بس السنه دي لو هي عامله شغل مودرن او اللي هو السيمي كلاسيك، لان السيمي كلاسيك واخد شياكه الستيل والبساطه بتاعت المودرن، اللي هو بيتعمل فيه الوان الدوك والفاتحه، الاوف وايت والابيض والسيلفر والحاجات دي، ممكن تحط معاه نجفه واحده تبقى سامبل قوي مع اباليك صغير. لو هي هتحط نجفه كبيره ما تحطش اباليك اصلا. اوكي. كده بقى تبقى الشكل مش حلو. لا مش هيبقى كده زحمه. هيبقى زحمه جدا. ممكن بقى تحط اللي هي الاضاءه اللي هي السبوتات اللي هي الجيبسون بورد اللي هي بتبقى داير دي بتبقى شكلها حلو يا سماح، وبتدي كده ورم دي ما بتروحش برضو الموضه بتاعتها كده جوه البيت، ما بتروحش الموضه بتاعتها خالص. يعني الاباليك برضو موضتها بتروح وبتيجي، لكن الجيبسون اللي هو في السقف موضته ما بتروحش خالص. بس حلو قوي. وبيليق مع الستيل وبيليق مع المودرن. يعني انا حتى بدات شقتي ان انا احط فيها ستيل في الاول، وحبيت زهقت وعايزه احولها مودرن، هو مش بيتغير معايا، بيفضل موجود. ممكن بس ساعتها اغير النجفه بتاعتي. طب ده كويس قوي. يعني بالنسبه ده اللايت، لانه انت انا شايفاك كمان بتهتمي جدا بالانوار وشكل النجف اللي محطوط والحاجات اللي زي دي. ما هي الحاجات الصغيره دي هي اللي بتغير لي شكل الديكور. يعني انا لو اوريدي شقتي موجوده وفيها الفرنتشر بتاعتي وكل حاجه، لو غيرت في الليدات بتاعه الكهرباء في الوانها، او غيرت في النجفه، او غيرت في الفاز اللي بيبقى فيها اصلا لايت منها فيها دي، لو حطيت حاجه صغيره زي دي هتختلف معايا. والكاندلز اللذيذه دي والحاجات دي، الحاجات دي جميله ومودتها ما بتروحش خالص. دي مودتها ما بتروحش. لا ما بتروحش. اللي ممكن يروح مثلا اللي في منها بيبقى اسلاميك، او في منها تشاينيز، ده ممكن الموضه تروح. بس هي حتى ميزتها انها الحاجات اكسسوارز ممكن اشيلها احطها في مكان تاني، واغير مثلا شكل الليفنج عندي او شكل الصالون بحاجات صغيره، هتحس ان الدنيا عندك اختلفت تماما. انت اديتينا تبس النهارده بقى كتيره وحلوه جدا ومفيده جدا جدا جدا، وانا شخصيا استفدت بجد منها وهبدا اعمل بيها. يعني طول الوقت اصحابي بيقولوا لي احنا عايزين نغير، طب ما تحطي هنا. فانت قلت لنا على خلاص، يعني الاساس ممكن نلعب فيه ازاي ونغير بشكل لطيف فيه ازاي. فشكرا يا سماح بجد، وكل سنه وانت طيبه. ميرسي يا حبيبي. ميرسي ليكي. مشاهدينا كان معانا مصممه الديكور سماح حسنين، وخدنا منها تبس كتير قوي النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا في الفقره، وان شاء الله اكيد سماح هتكون موجوده معانا في ايام ثانيه باذن الله علشان نكمل معاها. ولو في حد حابب ان هو يعني يعرف اي تفاصيل، احنا على طول في نهارك يعني بنحضر الاسئله، وزي ما كانه كنتوا اللي بتسالوها بالظبط. فهنشوفكم بعد الفاصل، لسه معانا فقرات اكتر في نهارك سعيد، استنونا.